تي سايتوتوكسيك ليمفوسايت، التي سيلز في الاميون سيستم. التي سيلز دي بتبدا تهاجم او بتبدا تهاجم الترانس بلانتد كيدني ويحصل ريجكشن، بس اكيوت ريجكشن. حلها ايه؟ الاكيوت ده بيبداوا يدوا للبيشنت اميونو سبريسيف بحيث انها تهدي الاميون ريسبونس لل اللي متكون ضد الكيدني دي. التالت نوع اللي هو الكرونيك ريجكشن. كرونيك يعني ايه؟ هيفضل معانا مده طويله. ده بيعتبروه خلاص it occurs 3 months or longer after transplantation وهو irreversible، يعني مش هنقدر نتخلص منه تماما. تمام. ده بيبقى السبب عند السبب فيه اللي هو البي سيلز في الاميون سيستم. دي بتسبب gradual occlusion of renal blood vessels وبتسبب البومين ان اليورين، وبتسبب هايبر تنشن، وبتسبب بتعلي السيروم كرياتينين ليفل. تاني كومبليكيشن اللي هو الانفكشن. يبقى قلنا اول كومبليكيشن اللي هو الايه؟ الريجكشن. تاني كومبليكيشن الانفكشن. الانفكشن دي بتحصل لان احنا عشان نهدي الجهاز المناعي ضد الريجكشن اللي هو ممكن يعمله تجاه الترانسبلانتد كيدني، بنبدا نديله اميونو سبريسيف. فالاميونو سبريسيف ده بيضعف المناعه فبيزود البيشنت ريسك فور الانفكشن. تالت حاجه الهايبرتنشن. دي حاجه طبيعيه لان البيشنت ده بيكون متعرض قبل الاوبريشن لرينال فيلير، والبلاد بريشر بتاعه بطبيعته عالي، فمش هينفع بمجرد ان احنا عملنا كيدني ترانسبلانتيشن ان البيشنت يرجع للنورمال بلاد بريشر. لا، الهايبرتنشن بيفضل مستمر فتره بعد الكيدني ترانسبلانت. نمبر 4 الماليجنانسي اللي هو يتكون تيومر. ده قالوا ان السبب الاساسي له هو الاميونو سبريسيف ميديكيشنز لانها بتضعف الاميون سيستم وممكن تخلي الاميون سيستم يهاجم بعض الخلايا او يهاجم يكون ابنورمال سيلز زي الكانسر سيلز. طيب ايه هي النيرسنج مانجمنت اللي ممكن اعملها لبيشنت هيعمل اوبريشن الكيدني ترانسبلانتيشن؟ اول حاجه في كير طبعا قبل العمليه، بي اوبريتيف بنقسمها وانترا اوبريتيف وبوست اوبريتيف. بي اوبريتيف طبعا طالما الشخص ده في اوبريشن وعندي دونر وعندي ريسيبيانت لازما اعمل كير للاثنين. اول حاجه الكير اوف الدونر في البري اوبريتيف قبل ما نعمل العمليه. الكير اوف الدونر اللي احنا اتفقنا ده اللي هيدينا الايه؟ الهيلث كيدني عشان ننقلها للريسيبيانت اللي هو البيشنت بتاعنا. هتعملي له ايه؟ طبعا هو بيبقى قلقان جدا وبيبقى الاستريس عنده عالي، فلازم اعمل اكسبلين البروسيجر تو ذا بيشنت وريديوس الاستريس، وببدا اقول له ما تقلقش الكومبليكيشن هتبقى خفيفه وهتبدا ان انت تستحملها. تاني حاجه ان انا باخد البيشنت هيستوري واعمل لاب فيزيكال اكزامينشن ونعمل لاب انفستيجيشن للدونر ده. زي ايه اللاب انفستيجيشن اللي احنا بنعملها له؟ اول حاجه الكيدني فانكشن تيست، السي بي سي، الالكترولايت بروفايل اللي هو الان ايه والكي، وبعمل كروس ماتشنج تيست زي الاي بي او كومباتيبيليتي والاتش ال اي كومباتيبيليتي اللي هو الهيومن ليكوسايت انتيجن، وبعمل له الاي سي جي واكس راي عشان اتاكد ان الهارت فانكشن كويسه، وببدا اعمل رينال ايمج. رينال ايمج ده زي ايه؟ ان احنا بنعملوا له الترا ساوند، يعملوا له سي تي، يعملوا له دوبلر عشان يتاكدوا ان البلاد فيزلز او البلاد سبلاي بتاعه الدونرز كيدني كويسه ما فيهاش اي اكلوج. السورسز تاني من الدونيشن للتبرع لكيدني اللي هو الكادفر. الكادفر ده معناها ايه؟ معناها ان بعض البيشنت، يعني ان انت تاخدي الكيدني بتاع بيشنت كميكانيكالي فنتليتد او عنده برين دامج، بس بشرط واحد ان هو ما يكونش عنده كارديو فاسكولار ديزيز، وان الكاردياك فانكشن بتاعته تبقى كويسه، والايدج يكون رينجد فروم 20 to 70 years، وان هو يكون free from ان هو HDM او HIV او CV او HCV او HPV، او ان هو addict او ان هو بيعاني من malignancy.
بيقول لك ان الليفنج دونر يفضل عن الكادفر دونر، لان الليفنج دونر بيحصل الترانسبلانتيشن ايميدياتلي، جاست ان احنا بنعمل فلاشنج للكيدني ونبدا نزرعها في نفس الوقت، والاوبريشن ما بتكونش اكتر من 2 اورز. انما الكادفر دونر ده بيحتاج بريزرفيشن تايم وبيقلل السرفايفر ريت اوف الكيدني ترانسبلانتيشن.